سيصادف يوم غد الأحد 10 ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وبهذه السانحة قدم وزير العدل وحامل الأختام البروفيسور أحمد محمد حسن بيانا صحفيا تحدث فيه عن أهمية هذا اليوم في حماية حقوق الإنسان. نتابع. يوم الأحد 10 ديسمبر 2017 يكون يوم العالمي لحقوق الإنسان. نحن أيضا في بلادنا نحتفل بهذا اليوم بأن هذا اليوم يوافق ب 69 سنة بكتاب العالمي لحقوق الإنسان. جمهورية تشاد بدأت من 1995 بقت توقف في كل الاتفاقات العالمية بالنصوص بتعدي لحقوق الإنسان. كان حقوق تعدي حقوق السياسية أو حقوق الاقتصادية والثقافية أو حقوق المرأة أو حقوق الطفل. كل أنينا وقعنا على جمهورية تشاد تحاول بكل سنوات تبذل جهد عشان ما بس تكون اتفاقيات لكن تكون نعيشة المواطن التشادي يعيش احترام حريته حقيقته يعيش في الواقع احترام حقوق الإنسان. سنة 2018 حسب ما قال أمين العام عن الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تكون سنة 70 سنة يكون دور 70 سنة لخطاب حقوق الإنسان في العالم. نظم سفير المملكة المغربية لدى تشاد سعادة عروج عبد اللطيف مأدوة عشاء على شرف سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد سعادة محمد علي الشامسي وطاقم سفارته. المناسبة جرت بدار السفير المغربي بحضور بعض الدبلوماسيين. زمزم طاهر عاشور. تقديرا للدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في الساحة العربية والإسلامية والتي تعزز صواب المنهج والرؤية الاستراتيجية والخطط المدروسة التي رسمتها القيادة الرشيدة للعبور بالمجتمع الإماراتي إلى هذه المراتب المتقدمة هي التقييمات الدولية المبنية على معايير عالمية ومنهج علمي رصين. وبمناسبة مرور الذكرى 46 لدولة الإمارات العربية المتحدة لتأسيسها، فقد أقام سفير المملكة المغربية لدى البلاد عروجة عبد اللطيف مأدبة عشاء على شرف سفير الإمارات العربية المتحدة محمد علي الشامسي والذي عين حديثا في السلك الدبلوماسي كسفير فوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى تشاد بحضور سفراء الدول العربية المعتمدون لدى البلاد. وفي هذا السياق فقد تحدث السفير المغربي عن فحوى هذه المناسبة. نحن سعداء أن المجموعة العربية اليوم تحتفل بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة، نحتفل بأخينا بمناسبة حلوله سفيرا لبلده في دولة تشاد. من جانبه السفير الإماراتي لدى البلاد أشاد إلى هذه البادرة الجيدة واسترسل في حديثه بأنها خطوة جيدة جدا. حقيقة الأمر أنا أريد أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لسعادة سفير المملكة المغربية وسعادتي غامرة بلقاء أخواني السفراء العرب في جمهورية تشاد وفي العاصمة أنجمينة، وهناك شعور صراحة كبير بالفرح والسعادة. وللتذكير فإن السفارة الإماراتية لدى البلاد قد أقامت المناسبة الرسمية لذكرى تأسيسها 46 في 4 ديسمبر بحضور العديد من المسؤولين وأعضاء الحكومة والسفراء المعتمدون لدى البلاد. ترأست مساء أمس الأمينة العامة النائبة لوزارة البيئة والصيد سعدية عثمان دبا ترأست ختام أعمال الورش التدريبية الخاصة بأعضاء لجنة حوض بحيرة تشاد حول حماية الطيور المائية. المناسبة جرت بمقر لجنة حوض بحيرة تشاد هنا في أنجمنا. أحمد ياسين عبد الرحمن.
تندرج هذه الورشة التفكرية التي جمعت أعضاء لجنة حوض بحيرة تشاد والتي من أهدافها الأساسية الاهتمام بالمصادر المائية للبحيرة وحماية مصالح السكان الذين يعيشون على ضفاف البحيرة. ولهذا فإن الخبراء الوافدين من شتى الدول الأعضاء في اللجنة تطرقوا خلال أيام الورشة إلى عدة نقاط، من أبرزها حماية كل الحيوانات والطيور المائية التي تعيش على البحيرة بجانب السكان الذين يمارسون الزراعة والصيد وغيرها من الحرف والمهن الأخرى. كما دعا المشاركون في الورشة الحكومة والشركاء وأعضاء لجنة حوض بحيرة تشاد إلى الاهتمام بالبحيرة والعناية بمصادرها المائية، وفي نفس الوقت تقييم حملات الصيد التي تمارس وإنشاء شبكات لتبادل المعلومات والأخبار ودعم مدرسة قروة الكاميرونية للمياه وتشجيع البحوث العلمية وأيضا العناية التامة بالموارد البشرية. أما من جهتها راعية الحفل الأمينة العامة النائبة لوزارة البيئة والصيد سعدية عثمان دابا شجعت مثل هذه الخطوات الجادة والتوصيات الجديرة بالعناية، مبرزة اهتمام وعناية الحكومة التشادية بكل القرارات والتوصيات التي تصدر من الاجتماعات والمؤتمرات الدورية والورش وسوف تنال التنفيذ على المستوى الوطني. ونشير إلى أن الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد هي نيجيريا والنيجر والكاميرون وإفريقيا الوسطى وتشاد. قام حاكم إقليم سلا رمضان إردبو بزيارة تفقدية لمركز إداري مودينا بهدف معرفة سير عمل بناء مركز استقبال وإيواء الجديين القاعدين من جمهورية السودان. تقرير محمد حسن آدم. تأتي زيارة حاكم إقليم سلا رمضان إردبو إلى مركز إداري مودينا بهدف معرفة سير عمل بناء مركز استقبال وإيواء الجاديين العايدين من دولة السودان والذين نزحوا إلى الأراضي السودانية جراء النزاعات والخلافات التي شهدتها المنطقة في العام 2007، وتقدر عددهم بحوالي 800 نازح جميعهم من أبناء إقليم سلا. كما أن بناء هذا المركز جاء بمبادرة من مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الحش سير بإقليم سلا وبالشراكة مع وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأديس، ويحتوي على جميع المستلزمات الخاصة بالاستقبال والإيواء. الحاكم رمضان إردبو خلال زيارته التفقدية أعطى توجيهات وتعليمات صارمة تتعلق بتعزيز الأمن بهذه المنطقة. كما التقى رمضان إردبو مع السلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية بمدينة وأدي ودار اللقاء حول أهمية التعايش السلمي وبث سلطة الدولة وكذا الاهتمام بتعليم الأطفال وحماية البيئة ومكافحة التهريب واختلاس المال العام.